يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أذهب لزيارة قريبي الميت في المقبرة فإنني أستقبله بوجهي وأجعل القبلة خلفي فأسلم عليه وأبشره ببعض الأمور السارة، ثم أذهب وأجعل القبر أمامي بيني وبين القبلة وأرفع يدي بالدعاء له. سؤال، هل هذا الفعل صحيح؟ هذا هو السنة، هذا هو السنة، تستقبله عند السلام، تسلم عليه، تستقبل وجهه مثل الحي، وإذا أردت الدعاء تستقبل القبلة تدعو له، تجعل القبر بينك وبين القبلة وتدعو له. نعم.